مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم اليوم الثلاث 12 مارس 2024. النهارده هيكون معانا فقرتين للحوار. هيكون معانا المهندس سمير سامي رياض، عضو مجلس اداره اتحاد الصناعات وخبير الصناعه ورجل الصناعه ايضا، للحديث عن كيفيه وضع خريطه صناعيه لكل محافظه تحتوي على الميزات التنافسية اللي بتتمتع بيها كل محافظة واحتياجات الاستثمار بناء على هذه المزايا، وإيه اللي استكملناه في كل صناعة بتشتهر بيها هذه المحافظة وإيه اللي ناقصنا. يبقى في خريطة كده تبقى استثماريا جاهزة لأي حد عايز يجي يستثمر، نقول له عايزين في كفر الدوار المصنع ده، عايزين في الأقصر المصنع ده، عايزين في المنيا المصنع ده وده 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 وهكذا يعني. هيكون عندنا طبعا عملة صعبة أكتر كتير لو قدرنا إن إحنا نعمل كده وقدرنا نوجه الاستثمار لمكان صح، لأنه ما ينفعش إن أنت تحط مصنعين قريبين من بعض بينتجوا نفس الحاجة. ما ينفعش تحط مصنع صناعات سمكية تحط قيمة مضافة على السمك في محافظة ما فيهاش سمك، مش بتشتهر بهذا الموضوع أو بنشاط الصيد أو وهكذا يعني. فمسألة التوقيع أين يقع الاحتياج دي مسألة مهمة جدا. هيكون معانا كمان دكتور وليد جمال الدين رئيس مجلس تصدير المواد البناء والصناعات المعدنية للحديث عن زيادة صادرات مصر السلعية، يعني التي ليست من البترول أو الحاجات المشهورة هذا الأمر يعني. دي فقرات الحوار. تعالوا نخش في أخبارنا. هنبدأ للأسف يعني بخبر مؤلم، وهو بيان الكنيسة أصدرت حوله بيان: في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات. تعرض اليوم 3 من الرهبان لاعتداء إجرامي بديرنا الإبتسي، دير القديس ماري مرقس الرسول والقديس أنبا صمويل المعترف بجوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، وأسفر الحادث عن استشهاد الرهبان الثلاثة، وهم الراهب القمص تكلا الصمويلي وكيل إبرشية جنوب إفريقيا، الراهب يوستوس آفا ماركوس، الراهب مينا آفا ماركوس. انتقلت الأجهزة المعنية للدير وبدأت عملها في جنوب إفريقيا طبعا في كشف ملابسات الحادث، وتوجه إلى الدير السفير المصري بجوهانسبرغ لمتابعة الموقف، ويتابع قداسة البابا طوادروس الثاني لحظة بلحظة كافة التفاصيل الخاصة بهذا الحادث انتظارا لمعرفة أسبابه. والكنيسة استعرب عن الألم الشديد لوقوع مثل هذا الحادث المفجع، تتقدم بخالص التعزية لأسر الرهبان الثلاثة، مملوءة بالثقة أن الله الرحوم العادل هو وحده القادر على منح العزاء وكشف الحقائق. الثلاث 12 مارس 2024، 3 برمهات 1740 للشهداء. طبعا أول ما يصدر بيان تتجمع بس خيوط الحقيقة لدى الخارجية المصرية ويصدر بيان، هنذيعه على حضراتكم فورا حتى لو كان أثناء ظهورنا أمام حضراتكم. تعالوا نشوف جزء من حوار كان سبق لقناة ميسات أن أجرته مع أبونا الراهب القمص تكلا الصمويلي وكيل إبرشية جنوب إفريقيا، وقدمه مايكل منصور. تعالوا نشوف جزء ونكمل مع حضراتكم. في دخلوا علينا من 3 سنين كده بالظبط 6 مسلحين الساعة 1 بعد نص الليل، 6 مسلحين، وانت عارف هنا الناس يعني ما تقفش على حد يعني. دخلوا الدير قطعوا السور ودخلوا معهم أسلحة
وخناجر وكل حاجة يعني مستعد يموت ويذبح وكل. دخلونا بالليل الساعة واحدة وراحوا فتحوا قلاية سيدنا هناك برضو قطعوا الشباك الفنس بتاع اللي هو السور بتاع الشباك ده هو ودخلوا أمام الله قدام ربنا ما عملوش أي خسارة لهم قطعوا الفنس وقطعوا السياخ بتاعة الشباك احنا حاطين السياخ عشان برضو حماية ودخلوا في شلتات معمول السوست فتحوا السوست دي عشان يدوروا على فلوس وفي الآخر قابل واحد راهب قالوا له كان راح يعمل قربان عشان نعمل قداس فمسكوا الراهب ده قالوا له وير ذا ماني قال احنا عاوزين فلوس قال لهم يو كيم رونج بليس انتوا جيتوا مكان غلط هنا ده دير عباده احنا هنا وي دونت هاف ماني وي ار هير تو ورشيب جيزا كرايست اند تو براي فور اول ساوث افريكان بيبل قالوا له احنا عاوزين فلوس قالوا if you need money come with me we have two donation boxes in the church احنا عندنا بوكسات في العطاء في الكنيسة تعالوا فتعالوا خد فلوس خدوها احنا ادي لكل اللي عندنا فراحوا معاه راح معاهم فتحوا حتى ما كسروش الصناديق العطاء يا دوبك فتحوها بس ما لقوش غير شوية رندات بس عشان ما فيش حد شوية فكة كده شوية فكة يعني قروش ف راح ابونا قال لهم ايه اي ونت تو ادفايس يو انا عاوز اديكم نصيحه لو ناس مسلحين وقال لهم انا عاوز انصحكم وده طبعا مش وقت نصايح خلاص لا يعني ده ممكن يعني وقت يقتلوه انا عايز اقول لك شوف السلام اللي ربنا اعطانا بصلاه سيدنا وبنصايح سيدنا هو علمنا كده عدم الخوف اوعى تخاف عايزين فلوس تعالوا لابونا يديكم ابونا بيحبكم كلكم بيحب الناس كلها لو عاوزين حاجه ما تسرقوش لو سرقت هتروح الجحيم انا خايف عليكم خدوا منه السلفون عشان ما يتصلش بالبوليس شايفين يبلغ عليهم بالذوق يعني ما فيش ولا اي حاجه فالمهم انا قمت طبعا ايه جيت لقيت ابونا بيقول لي كذا هسرق ودير مش ما لقيتش حاجه ولا حاجه حصلت فروحت لنقطه البوليس قلت لهم تعالوا انا في جريمه حصلت سته مسلحين جو بقى معايا ايه قالوا الدنيا خربت فحكيت لهم القصه دي قال احنا هنجيب العساكر بتاعتنا والاستاف بتاعنا كله يتعلم منكم ده احنا البوليس مش هنعرف نعمل اللي انتوا عملتوه اللي انتوا عملتوه بالمحبه احنا مش هنقدر نعمله بالسلاح فاحنا هنجيب الناس كلها تتعلم منكم كيف تكسبوا البوليس في نقطه تانية واحد فعلا سرق مننا شويه حاجات ومسكناه حاجات بسيطه يعني بتاع سباكه وكده ومسكناه العمال ضربوه ورحت لا 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 نو مسكته خدته في حضني اسمه إلياس وحطت صليب على قلت له دونت وري ام يور فازر انا ابوك واللي انت عاوزه اعمله لك ما تخافش وضمت له جروح العمال ضربوه جامد وكده طبعا هم عمال مع بعض قلت له نو اوعى تعمل كده لا عيب احنا ما نضربش احنا نكسب الناس كلها زي ما عمل القديس موسى الاسود صحيح وتروح نكسب حتى الحراميه دول مش حراميه ده اللي الشيطان بيضحك عليهم وخدته في حضني ووكلته وجبت له فراخ وحاجه ساقعه وكل حاجه المهم كنت مبلغ البوليس فالبوليس جاء قبض عليه قلت لهم لو سمحتوا انا مش عاوز اضره انا عاوز بس يتعلم ان هو ما يسرقش ولو عاوز حاجه يجيني وانا اديه بس بليز يعني ما تضروش الناس بيستغربوا يقول كيف واحد سرقك وانت بتوصى عليه صحيح امام الله عطوه سنه في السجن بعد ما طلع السجن اول حاجه عملها ايه جزارني صدقني امام ربنا وقلت لسيدنا اول حاجه الياس ده قال هو شاب سنه 25 سنه قال لي بص اللي عملته معايا طول السنه بفكر فيه كيف ابونا يحبني وانا بس انا سرقته وحبني واديني محبه قال لي بس بص انا جاي اعتذر وهتوب ومش هسرق تاني على الحاجه الحلوه اللي انت عملتها معايا وأوعدك إن أنا مش ممكن أرجع للسرقة تاني. أذكرنا يا أبي القوم مستكلة أمام عرش النعمة. ندخل في أخبارنا الوطنية النهاردة السيد الرئيس اجتمع بدكتور مصطفى مدبولي وزير التخطيط دكتور هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
وخلال الاجتماع تم إطلاع السيد الرئيس على تطورات العمل في عدد من ملفات الوزارة، أهمها أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي المقبل، متابعة ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الحالي، أهم القطاعات ذات الصلة بتنفيذ الخطة. تعالوا نشوف تقرير رئاسة الجمهورية ونرجع مع حضراتكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حيث وجه سيادته بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية والعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين. نرجع معاكم لدير القديس العظيم الأنبا بيشوي بصحراء وادي النطرون، حيث أقيمت اليوم صلوات قداس تقديس زيت الميرون، تلاها قداس تقديس زيت الغالي لون، واختتمت الصلوات بقداس القربان أو الإفخارستية لهذا اليوم لتقديس الميرون والغالي لون. رأس الصلوات قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمشاركة عدد كبير من الأباء المطرنة والأسقفة. وأشار قداسة البابا أنه سيتم وضع خميرة الميرون المقدس يوم شم النسيم. تعالوا نشوف هذا الجزء ونرجع لحضراتكم. خلصنا قداس تقديس الميرون، وزي ما اتكلمنا امبارح الميرون، زيت الميرون يمكن أن يصنع ويحضر في أي وقت في السنة، ويمكن أن يصنع ويحضر في أي مكان من المواضع المقدسة، كنيسة أو كنيسة أثرية أو دير. وممكن طبعا الميرون يتعمل في مصر أو في أي كنيسة قبطية في العالم أو أي دير. والشرط الثالث في الميرون أن الميرون لا يتم إعداده أو تحضيره في وقت خلو الكرسي، فالميرون مرتبط بحضور البابا البطريرك، والميرون بهذه الشروط الثلاثة: أي مكان وأي زمان وحضور البابا البطريرك. وزي ما اتكلمنا امبارح احنا بنعمل الميرون علشان استخدامات لمدة 3 سنين، وثبتنا بنعمة المسيح عمل الميرون بطقسه الجميل على مدى يومين، يوم التحضير ويوم التقديس، امبارح التحضير والنهاردة التقديس، بهذه الصورة الجميلة كل 3 سنين. ويوم شم النسيم وعليكم خير، نبتدي نحط الخميرة، الخميرة المقدسة المأخوذة من الميرون السابق. وطبعا من ميرون لميرون بنأخذ من الحنوط التي كانت على جسد السيد المسيح وقت الأكفان. عشان كده في كل مسحة مقدسة بالميرون نحن نتلامس مع الحنوط التي لامست جسد المسيح. عشان كده من ساعة الميرون يصير الإنسان مسيحيا ممسوح، وبنسمي الميرون سر التكريس العام. رسومات سر الميرون 36 هي رسومات التكريس العام لنا كلنا. نروح لموضوع تاني الحقيقة أثار جدلا كبيرا وغضبا بسبب تقديم معاد بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية. كلها أيام ربنا، إيه المشكلة إن احنا نقدم المواعيد؟ المشكلة إن في امتحان يوم وقفة عيد القيامة المجيد. حالة كبيرة من الجدل أثرها قرار وزير التربية والتعليم رضا حجازي بتقديم موعد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية لتبدأ 4 مايو وتنتهي 23، بينما كانت الخطة الزمنية حددت سابقا 25 مايو لبدء الامتحانات.
هذا القرار رفضوا كثير من أولياء الأمور، لأن مواعيد الامتحانات هتتعارض مع أسبوع الألام وعيد القيامة المجيد الذي يوافق هذا العام 5 مايو وعيد شم النسيم 6 مايو، وبالتالي يوم 4 مايو هو يوم سبت النور، وهذا اليوم بنكون كلنا خارجين من الكنيسة يوم الجمعة متأخر جدا، وبنروح تاني بالليل عشان نقضي الليلة كلها، نسميها ليلة الأبو غلمسيس، نقضيها في الكنيسة ونختمها الصبح بقداس. فالناس امتى تروح تمتحن، وامتى تذاكر لعيالها، وامتى العيال اللي بتحب تبقى موجودة في الكنيسة في هذه المناسبات تقدر ان هي تجاوب، وخصوصا ان في اعدادية. استاذة داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر والخبيرة التربوية، مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك. اولا كل سنة وحضرتك طيبة يعني. وحضرتك طيب وبخير. ثانيا بسأل حضرتك عن ايه سبب تبكير الميعاد بتاع امتحانات الاعدادية والنقل. هو طبعا اثار تعديل مواعيد الامتحانات النقل والشهادة الاعدادية اثار جدل كبير قوي في الجروب عندي، خصوصا ان احنا شايفين ما فيش حاجة تستدعي هذا التعديل، لان الخريطه الزمنيه الموضوعه كانت المفروض الامتحانات تبتدي يوم 25 مايو. فحصل التبكير ده تعتبر قرابه 20 يوم، فده اثار جدل كبير بدون اي تبرير. مفيش اي تبرير، مفيش اي يعني حاجه حصلت عشان نقول في مبرر يعني. وطبعا الحاله الجدل دي كانت بين الاخوه الاقباط، لأن تزامن الأعياد الأقباط مع المواعيد المعلنة، لكن الوزارة يعني قالت وردت إن سيتم مراعاة الأجازات والأعياد. لكن أنا بقول هل سيتم مراعاة إن اليوم بس ما يبقاش فيه امتحان يوم العيد؟ طب ما احنا محتاجين يعني أولادنا يحسوا ببهجة العيد، أكيد قبل العيد وبعد يقعدوا اسبوع يذاكروا ولا يروحوا الكنيسه. ايوه بالظبط، يعني قبل العيد برضو بيستعدوا للعيد، وبعد العيد هم طالعين من العيد وبرضو ما هيكونوش انهم لحقوا يذاكروا. فليه الضغطه دي؟ خصوصا ما فيش اي مبرر. جت تاني في اشكاليه ان في تكدس للمناهج والمتحدث، وطبعا احنا قدمنا اكتر من 20 يوم، فده كارثه على العيال اللي كانوا هياخدوه. أيوة لغايه كذا بقى لازم يخلصوه قبلها بشهر. وفي يعني تصريحات ان المناهج هي مفيش اي تعديل ليها، وقالوا ان المناهج رسميا ستنتهي في اخر ابريل وهيبتدي الامتحانات على طول. هل ينفع ان يحصل التكدس ده وما نديش لاولادنا فرصه انهم يذاكروا كما يجب ويحلوا ويستعدوا استعداد كافي؟ يعني تكدس مناهج كبير احنا جدا. الأول يا استاذة داليا، احنا الاول عايزين تبرير من وزير التربيه والتعليم لتبكير الامتحانات 3 اسابيع. ثانيا عايزين تبرير طب العيال تعمل ايه لما انت رجعت لورا شهر؟ طب ما تلغلهم اجزاء من المناهج او تقول هتعمل ايه. ثالثا يعني عايزين حل بقى لاسبوع الالام، مش كل عيد هنقعد نهاتي في القصه دي. ويعني انا حتى مع تخفيف بعض المناهج دي، انا يعني كناحيه تربويه انا شايفه ان هي تتضر بمصلحه الطالب، خصوصا في الشهادات، لانهم في اسئله بتبقى تراكميه في الامتحانات. ايوه فلازم يبقى عندهم خطه زمنيه، تبقى في براح من الوقت ان المناهج كما يجب تدرس وكما يجب يتم تطبيقها. ليه كل سنه يتكرر نفس المشكله؟ عدم تناسب المده الزمنيه للدراسه مع المناهج، ونبقى في تحوسه وربكه ومضاعفه دروس خصوصيه عبء على ولي الامر. وكمان في حاجه ثانيه، يعني من دلوقتي بقى عشان طالما هم بيعملوا اعداد للجدول، يا ريت يبقى في تنسيق في وضع المواد. ما ينفعش ان نلاقي مادتين مع بعض في نفس اليوم، والطالب خصوصا اولى ثانوي ما بيعرفوش هيذاكروا ازاي لما يبقى في مادتين
يعني مدسمين، فمن اولها ان يبقى في مراعاه عند اعداد الجدول بحيث ان احنا نسمح للطالب بالمراجعه قبل الامتحان ويدخل بالامتحان باريحيه. تمام. يعني ما فيهاش حاجه ان احنا نمد ايام الاختبارات. بشكرك جدا. وفي حاجه ثانيه، يعني هم دلوقتي بيقولوا طب احنا عندنا امتحان شهر، طب هو امتحان الشهر بيستقطع كمان من الدراسه وعندهم مهام ادائيه، فكل ده وفي الاخر تبكير في ميعاد الامتحانات. انا يعني بشكرك يا استاذه، معضله كبيره. شكرا جزيلا دكتوره داليا الحزاوي، مؤسسه ائتلاف اولياء امور مصر والخبيره التربويه. ولو سمحت يا دكتور رضا، لو سمحت لما تتخذوا قرارات هتيجي على دماغ الطلبه واهاليها اسالوهم الاول، غيروا لهم مواعيد امتحان الشهر، الغوا امتحان الشهر الاخراني، الغوا المهام الادائيه عشان واحد يمتحن من 4 مايو يعني لازم يكون من نص ابريل ما عندوش حاجه جديده بياخدها علشان يراجع، وبالذات شهاده. لما هتخففوا جزء من المناهج ده، اذا خففته هيطلع السنه اللي بعدها ما يعرفهاش، ومدرس اولى ثانوي ومنهج اولى ثانوي هيضطر يحكي له اللي ما خدوش ليه كده. ولما تبدروا 3 اسابيع، ما هو معروف من اول السنه اللي فاتت من بعد عيد القيامه اللي فات ان عيد القيامه بتاع السنه دي جاي امتى واسبوع الالام جاي امتى. احنا مش كل عيد هنهاتي، ده شيء صعب جدا. البنك المركزي المصري قرر مد عمليات استثناء البنوك لطلبات استيراد السلع الاساسيه من الغطاء النقدي بنسبه 100% اللي بتتضمن واردات الحبوب والبقوليات. ده قرار موجه لرؤساء البنوك انه تم مد المهله سنه لتنتهي نص مارس 25، والاستثناء من هذا الغطاء النقدي بيسري على كل طلبات استيراد الرز والفول والعدس في اطار متابعه البنك لاحتياجات السوق المصري. قبل ما اسيبكم فاصل اوضح بس ده ايه عشان ما عناش عليه مداخله، يعني اي طلب استيراد لما بنك يقول انا هستورد كذا، وخصوصا بقى لما يستورد رز، يستورد، انتوا سمعتوا رئيس الوزراء بيقول هنستورد مليون طن سكر من 3-4 ايام، فعشان يحصل حاجه زي كده لما يبقى ده مسؤوليه بنك ان هو يدي للمستورد عشان يستورد الحاجات الاساسيه دي، لازم البنك نفسه يكون عنده غطاء نقدي يوازي الرقم ده. فتم استثناء او مد هذا الاستثناء للبنوك لما تكون بتستورد سلع اساسيه زي الرز وال ثانية واحدة عشان كان الرز والفول والعدس، مش هيقولوا لهم خلاص لو ده تجاوز الغطاء النقدي مش مشكلة عشان احتياجات السوق، وبعد كده التوضيب بتاع البيانات هنتصرف احنا فيه. نطلع فاصل ونرجع نكمل الأخبار. اهلا بحضراتكم معانا القسم الثاني من اخبارنا النهارده، ونبداه بزياره رسميه لوزير الخارجيه الاسباني خوسيه مانويل الباريس لمصر. هذه الزياره التي بدات اليوم الى الاردن ضمن جوله بتتضمن ايضا مصر، يعني هو وزير الخارجيه الاسباني في الاردن وهيزور مصر كمان لبحث سبل انهاء الحرب بقطاع غزه. من المنتظر ان يلتقي خلال زيارته لعمان نظيره الاردني دكتور ايمن الصفدي، ويلتقي عمال الاغاثه الاسبان في الاردن، ويزور مخيم للاجئين تابع للاونروا في الاردن، ثم يصل القاهره غدا للقاء وزير الخارجيه المصري السفير سامح شكري والامين العام لجامعه الدول العربيه السفير احمد ابو الغيط ومراسلي وسائل الإعلام الإسباني. دكتور أحمد العناني باحث العلاقات الدولية، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب عشان رمضان. حضرتك طيب يا فندم، والشعب المصري كله بخير وسلام. يا رب يا فندم. دكتور أحمد، يعني حضرتك الوضع في غزة بيتأزم، ومصر وعدد من الدول شاركت معانا في
مساعدات يومية عن طريق القوات الجوية بتلقى من السماء إلى الغزاويين المساكين اللي هم يعني بيعانوا أوضاع في الجو وفي الحصار وفي الظلم وفي القتل، شيء يعني كارثي. يعني هل هناك أي جديد عن أي صفقة للتبادل المحتجزين، عن أي هدنة بسبب رمضان كما أشيع؟ يعني طبعا هو في البداية كانت هناك يعني نوع من أنواع المفاوضات بتقودها تقودها يعني القاهرة وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، وكانت هناك بعض المطالب من قبل حماس، يعني ربما كانت تطالب حماس بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية هذه من ناحية، أيضا عدد إطلاق عدد كبير من سراح بعض الأسماء اللي بتضعهم إسرائيل كخطوط حمراء زي مروان البرغوثي وأحمد سعدات وغيرهم من الأسماء اللي هي يعني بتعتبرهم إسرائيل خط أحمر. الخلاف كان فيما يخص الحقيقة الانسحاب الكامل الإسرائيلي من قطاع غزة، لأن إسرائيل بترى إنه إذا كان هناك انسحاب كامل لن يتم القضاء على حماس، وهذه أولوية بالنسبة للجانب الإسرائيلي، لأنه نتنياهو يريد يعني رد اعتباره، لأنه أولا حكومته مهددة، هناك مؤشرات تقول أن غانتس مدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، المؤشرات داخل إسرائيل بتميل ناحية غانتس، هو يريد البقاء، يريد تحقيق أي مكسب عسكري أو أي مكسب سياسي حتى يستمر في حكومته. هذا المكسب من وجهة نظر نتنياهو هو تدمير البنية العسكرية لحماس، ويعني الحقيقة يدمر بنية حياة الناس قبل ما يدمر البنية العسكرية لحماس. طيب خليني أسألك عن زيارة وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل، يعني بتتوقع منها شيء جديد، شيء مختلف؟ هل تستطيع إسبانيا الضغط في أي اتجاه عن طريق هذه الزيارة في الأردن ومصر؟ يعني إسبانيا من الدول الحقيقة اللي بتصطف في الفترة الأخيرة مع يمكن وقف إطلاق النار، ويعني ترى أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية ويعني سياسة عقاب جماعي، يعني ترى أن حماس يعني هي يعني منظمة عسكرية، وترى أن الشعب في غزة وشعب يعني لا ناقة له جمل فيما يخص حماس، إذا تتدخل من الناحية الإنسانية وتريد إدخال المساعدات. مصر هي الحقيقة رمانة الميزان، وهي يعني تملك أوراق اللعبة، لأنها يعني على تواصل بكافة الأطراف سواء الولايات المتحدة الأمريكية والفصائل الفلسطينية وأيضا الحقيقة الجانب الإسرائيلي. ومن ثم أعتقد وجهة الدول الأوروبية وزعماء الدول الأوروبية إلى القاهرة للتوصل يعني التواصل مع القاهرة في كيفية حلحلة هذه الأزمة. تأتي هذه الزيارة من وجهة نظري لتحريك المياه الراكدة وأيضا التنسيق على المستوى الإنساني وكيفية إدخال مساعدات إنسانية. لا ننسى أن هناك بعض الدول الأوروبية التي أرسلت مساعدات، ولكن للأسف الشديد هذه المساعدات لا تدخل عن طريق معبر رفح بسبب يعني القصف المستمر من جانب إسرائيل من ناحية رفح الفلسطينية. أيضا المعابر الستة الإسرائيليين سواء معبد إريز أو غيره من المعابر هي مغلقة تماما، لا تريد إسرائيل يعني إدخال هذه المساعدات، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت، ومنذ أمس الحقيقة هناك تباين كبير. ما أنا عايز أعرف بقى، عايز أعرف حياتك، هو النهاردة بايدن بيقول إن الرد الإسرائيلي في غزة مبالغ فيه، يعني بعيدا عن الاستهلاك جمل الاستهلاك الإعلامي، هو امبارح قال ان هم عايزين يعملوا رصيف ميناء في غزة وعلى البحر المتوسط طبعا، وبعدين اتقال انه ده هيحتاج 1000 جندي زيادة غير ال 4000 اللي موجودين، يعني يبقى في 5000 جندي امريكي، وفي تكهنات من ضمنها بحاسة سياسيين مصريين برضو انضموا لرأي انه ده امريكا عايزة تتواجد بأي شكل في المنطقة دي. اولا هناك عده ضمانات للمجتمع الدولي ويعني لمنطقه الشرق الاوسط، سواء الدول الكبيره في المنطقه مصر السعوديه الامارات الاردن الدول الفاعله في منطقه الشرق الاوسط، انه هذا الميناء البحري الهدف منه هو ايصال المساعدات الانسانيه وكسر الحصار، لان هناك تعنت كبير من الجانب الاسرائيلي بحجه انه اسرائيل لابد ان تفتش هذه المعابر، وهناك بعض الحقيقة القواعد الأمنية بالنسبة للجانب الإسرائيلي. فكان الحقيقة الرؤية الأمريكية بإدخال هذه المساعدات والإشراف عليها
بالتعاون مع الجانب القبرصي، انما انا ارى ان الولايات المتحده الامريكيه لا هدف لها تماما في البقاء في هذه المنطقه، خاصه انها لا تريد التصعيد، ودائما الحقيقه ما تريد غلق ناحيه الشمال مع حزب الله اللبناني، تريد ان يكون هناك ايقاف لعمليات الحوثي في البحر الاحمر. فالحقيقه يعني الرؤيه تحليليه، يعني للمتابع يقول الولايات المتحده الامريكيه لا تريد تاجيج وتموضع في هذه المنطقه في التحديد. يعني طيب دكتور احمد انت سامعني؟ نعم يا فندم. طيب انا بس كنت عايز اسال، هو النهارده بايدن صلح او وضح وقال هنعمل رصيف ميناء بحري لادخال المساعدات، يعني خصص اهو السبب، وقال انه بدون وجود جنود امريكيين، وده يمكن يتسق اكتر مع الرؤيه اللي حضرتك بتطرحها، هل بتشوف ان يعني ده هيبقى حل كويس وفعلا هيدخل منه مساعدات، ولا برضو اسرائيل هتقف وتقول لا ده انتوا دخلتوا ارهابيين، ده انتوا دخلتوا اسلحه فما حدش يخش من هنا؟ لا، هو الجانب الامريكي حصر الجانب الاسرائيلي في الزاويه، لانه وقال تعنت من نتنياهو، اراد بايدن ان يرد عليه، بايدن مقبل على انتخابات، هناك يعني الحقيقه يعني مشاكل كبيره في بعض الولايات المتارجحه زي اريزونا، ميشيغان، بعض الولايات اللي يمكن بيقطنها عرب ومسلمين، فهناك ضجه كبيره على بايدن، وهناك اصوات تريد الحقيقه يعني ترفض اذا كنت تحدث عن بايدن او الحقيقه يعني ترامب، ولكن ربما تميل إلى الجمهورين أصواتها في الانتخابات، ومن ثم هو لا يريد الخسارة، هو يريد تحقيق أي مكسب، هذا المكسب يريد من خلاله توجيه الحملة الانتخابية في الداخل الأمريكي، ويرى أن نتنياهو أضر به بشكل كبير، ولذلك طبعا. يمكن حتى يعني بعض قرار بعض الشركة الإسرائيلية قالت قبل قليل أنه في صدام توسع في الفحوى بتاعته ما بين الحقيقة يمكن بايدن ونتنياهو، وأنه بايدن بيصر على إدخال المساعدات، وهنا هذا الإشراف سيكون بإشراف أمريكي دون الحقيقة التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، ربما يكون هناك تنسيق أمنيا في بعض الأمور التي تتخوف منها الإسرائيلي، إنما إدخال المساعدات هدف الرئيس الأمريكي بايدن لكسر الحصار حتى يرسل رسالة للداخل الأمريكي في الانتخابات الأمريكية المقبلة أننا نقوم بواجبنا الإنساني، خاصة يمكن الحزب الديمقراطي بيرى أن بعض الأمور الإنسانية وملف حقوق الإنسان من أولوياته، ومن ثم هو يخشى تماما أن يضر في الانتخابات مقابل دونالد ترامب، يمكن يستغل الانتخابات الحقيقة الحرب في قطاع غزه لصالح حملته الانتخابيه. بشكرك جدا جدا يا فندم دكتور احمد العناني، مسؤول عفوا باحث العلاقات الدوليه، ويعني احنا كل اللي نتمناه من ربنا ان المساعدات تخش وان الناس ما تهلكش جوعا، مش ناقصين كمان الحزن اللي هم فيه على عيالهم وعلى قرايبهم وعلى بلادهم وعلى بيوتهم وعلى ممتلكاتهم وعلى فلوسهم وعلى مستقبلهم، هي شيء يعني هنشوف هذا الخلاف. كان قد توقع أحد المتخصصين في السياسة الخارجية هنا في هذا المكان من حوالي شهرين أنه ده هيكون نزير، وقبل ما تتأجج الأمور بين نتنياهو وبايدن أن ده هيكون هذا الخلاف وادعاء نتنياهو أنه بايدن لا يساعد إسرائيل كما يجب، وأن أمريكا تقف مع المعسكر الفلسطيني وتؤيد حماس و انه ده هيكون سبب خلاف كبير بين اسرائيل وامريكا، قد يعني يؤدي الى نتائج كارثيه بالنسبه لعلاقه اسرائيل بامريكا يعني، واكتر من كده كمان. طيب واحنا بنختم اجريت النهارده قرعتي الدور ربع النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه الافريقيه بمقر الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف، اوقعت القرعه الاهلي في مواجهه رفيق سيمبا التنزاني، والكونفدرالية أوقعت الزمالك في مواجهة مودرن فيوتشر. أستاذ شريف كمال النقد الرياضي، مساء الخير، كل سنة وأنت طيب عشان رمضان. مساء النور يا فندم، صحيح طيب وكل المشاهدين بخير بإذن الله. رأيك في القرعة كيف تمثل تحديات كبيرة للأهلي والزمالك؟ هي الحقيقة التحدي يمكن للزمالك فيوتشر أكتر، كنا نتمنى أن فريقين مصريين القرعه ما تقعهمش في مواجهه بعض يعني، وكل فريق يشق طريق في اتجاهه يعني، ولكن القرعه اسفرت عن مواجهه للزمالك وفيوتشر، اذا فريق منهم باذن الله في الدور نصف النهائي للبطوله، مباراه نسبيا طبعا فيها افضليه للزمالك يعني بالنسبه لعامل الجمهور اللي هيتمتع به نادي الزمالك في ماتشين الذهاب والاياب، فاعتقد الافضليه هتكون ليه،
ده ما يقولش ان المباراه تكون سهله قوي، ان فيوتشر منافس عنيد وند قوي. طبعا على سيره فيوتشر نتمنى كلنا الشفاء للاعب فيوتشر. انا لسه كنت هسالك على احمد رفعت، هو ايه احواله؟ هو الحقيقه يعني وفقا للبيان الصادر حالا من المستشفى اللي بيتعالج فيها اللاعب، يمكن الحاله يعني تحسنت شويه، ولكن اللاعب لم يسترد الوعي بشكل كامل. طبعا كل الدعوات ليه. هو ايه بالظبط الاصابه؟ هو سقط مغشيا عليه يعني. لا مش ايه اللي حصل، هو التقرير الطبي يعني توقف عضلة القلب للاسف يعني بدون اسباب. اللاعب وصل للمستشفى وعضلة قلبه متوقفة تماما، خضع لعمليات انعاش رئوي وتدمار كهربائية ودخل العناية مركزة. الحياة كانت ليلة صعبة جدا يعني على اهل اللاعب وعلى كل المتابعين للحالة، ربنا وعلى محبيه طبعا، ربنا يكتب له الشفاء. وبشكرك جدا استاذ شريف كمال الناقد الرياضي. اسيب حضراتكم مع مواصله مصر لاسقاط المساعدات الانسانيه عن طريق الطائرات، طائرات النقل العسكريه والمصريه وطائرات النقل العسكريه من الدول المشاركه ضمن التحالف الدولي، بيواصلوا اعمال الاسقاط الجوي للمساعدات الانسانيه والاغاثيه يوميا على شمال غزه استمرارا لجهود مصر في المعاونه. النهارده كمان السيد الرئيس اتصل بالرئيس محمود عباس وهنأه بشهر رمضان وتمنى يعني الخير لكل الفلسطينيين، والحقيقه كمان يعني اطلعوا على بعض الجهود اللي مصر بتقدمها واكد موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني دائما وابدا. والرئيس محمود عباس بدوره شكر السيد الرئيس جزيلا على هذه اللفته الكريمة. أسيبكم مع تقرير وزارة الدفاع عن موضوع الإسقاط الجوي للمساعدات ونرجع مع أول ضيوفنا، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم معانا لاولى فقرات الحوار لهذا اليوم. شرفني جدا يكون ضيفي فيها المهندس سمير سامي رياض، عضو مجلس اداره اتحاد الصناعات وخبير ورجل الصناعه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب عشان الصوم الكبير. طبعا طبعا. مصر كلها صايمه السنه دي مع بعض وبتصلي وبتطلب من ربنا الخير لهذا الوطن يعني. ان شاء الله. احنا كمان بنحاول نتلمس مع الخبراء والاساتذه المعنيين في كل مجال ازاي نطلع خطوه لقدام. بالظبط. ف يعني المجلس الاعلى للاستثمار حزم الحوافز اللي بيعلن عنها الرئيس لجذب الاستثمار، تنميه الاستثمار المحلي، النائبه ايفيلين متى عضو مجلس النواب مؤخرا وهي عضو لجنه الصناعه اتقدمت باقتراح لهيئه التنميه الصناعيه ووزارات الاستثمار والتنميه المحليه والبترول والاسكان انه يتحط خريطة صناعية في كل محافظة على مستوى الجمهورية. بداية اعرف من حضرتك اهمية هذا الموضوع. طبعا شيء مهم، بس انا عايز اتطرق الى موضوع مهم. اتفضل. احنا تقريبا عندنا في كل محافظة عندنا جامعة. وعندنا دور بحث. ليه الناس دي ما بتقومش بهذا الدور؟ صحيح. إيه؟ لانه ده من ضمن يعني الاهداف بتاعت انشاء جامعة داخل كل محافظة، هو ده احدى اهدافها، هو التنمية في جميع جوانبها. فبالتالي ده كمان في مطالبات بقالها سنين دلوقتي بربط البحث العلمي بالاحتياج اللي على الارض يعني. يعني ما نبحثش في البرج العاجي ونسيب المشاكل اللي فيها المحافظه او البلد من غير حل. وهي هيبقى قدامهم كل حاجه طبعا، هيبقى على الطبيعه وسهل يجمع بيانات. بالظبط، هيبقى كل حاجه متاحه عليه. فمن هنا انا بطرح ان احنا راجب ان كل ده هذا دور البحث ودور العلم دول ان هم اللي هم يحطوا هذه المشاريع وهذه الافكار ويطرحوها للبحث ويطرحوها للتنفيذ. فبالتالي دي نقطة مهمة قوي يا باشمهندس. يعني انا طبعا دايما كنت بستغرب ازاي دول ما لهمش دور في تنمية المحافظة نفسها. فيجب ان يكون لهم دور ودور فعال. صحيح. الحاجة التانية اللي انا بتطرق اليها ان احنا عندنا 105 مليون. اي لما نمسك هنمسك القرية وبعدين نمسك المحافظة وبعدين نمسك البلد كلها. أي. لما نيجي نتطرق النهاردة الى تعداد من 50 سنة أو 40 سنة كان تعداد القرية مثلا كان 5 مليون. 5000 واحد.
كان نصهم بيشتغل في الزراعه والنص الباقي اولاد وستات. بعد المكانه الزراعيه بقى ال 2000 واحد اللي كانوا بيشتغلوا في الزراعه بقوا 1000. وال 5000 بقوا 20000. العدد اجمالي. فال 19000 دول بيعملوا ايه؟ انا عايز اسال هذا السؤال وعايز ابحث ال 19000 دول. نص منهم راح سافر هنا وهنا، لكن انا بقول اذا ال 19000 اللي موجودين في هذه القريه احنا عملنا ايه علشان نوفر لهم عمل ونوفر لهم شغل؟ ده نمره واحد. نمره اتنين، احنا بنستورد، مش عيب ان انا استورد، ولازم ان يبقى في تنافس في جميع السلع ما بين بره وجوه، زائد ان انا بطالب ان اي منشأة صناعية تنشأ يجب ان نص انتاجها يبقى مخصص للتصدير من نفسه علشان يوفر لنفسه العملة اللي يقدر يجيب بيها خاماته، بحيث ان هو وقطع غيار مكنه ومكنه نفسه كل حاجة هيجيبها من مستلزمات انتاجه. يبقى اذا ده يبقى هدف من اهدافه، بضروري مش ضروري يبقى قانون، لكن هو في فكره نفسه ان هو ده يبقى لا يلجأ الى البنوك ولا يلجأ البنك المركزي ولا يلجأ لاي حد، يبقى النقد الاجنبي، النقد الاجنبي يبقى هو هيقدر يجيب كل حاجة. صحيح. اتنين، احنا عايزين بدون تنافس لا يوجد جودة ولا يوجد سعر ولا يوجد اي حاجه. صحيح. فيجب ان احنا ده موضوع مهم جدا، ان احنا يبقى السوق المصري فيه تنافس. فالتنافس ده موجود عن طريق ايه؟ اذا التجاره الداخليه عايزه تعديل جامد. احنا ما نقدرش نشتغل ببوتيكات وبمحلات صغيره، لا احنا عايزين سلاسل محلات، وده دور برضو ده في كل السلع يا فندم، في كل حاجه. زي يعني الهايبر ماركتس والحاجات الكبيره كلها حاجات صغيره لسه. فين احنا 100 مليون؟ احنا لما كنا 5 و10 مليون كان عندنا شكوريل وعمر افندي. أيوة. وبيع المصنع وسلسله فروع لكل براند بالظبط. احنا ما عندناش الكلام ده النهارده واحنا 105 مليون. أيوة. فدي أيوة. مش اذا الراجل النهارده بتاع كان عندنا صدناوي وشيكوريل وبنزايون وكل الحاجات وعدس اللي هو ريفولي بالظبط كده. فكل الناس دي كانت ليها، كانت النهارده بيتنافسوا، علشان كده كانت السلع مش محتاج النهارده ان انت النهارده الاحتكار اللي موجود النهارده والعرض والطلب اللي هو مش مظبوط النهارده، ده سبب النهارده احباط في كل شيء. فيجب ان احنا نعيد حساباتنا تاني، زائد ان انا الراجل انا صانع النهارده اودي بضاعتي فين؟ ابيعها لمين؟ اذا التكلفه ان انا ابيع بضاعتي بقت لها تكلفه، لان انا اروح اخبط على كل باب عشان ده اللي معاه 1000 جنيه واللي معاه 500 جنيه، ما ينفعش الكلام ده. فيجب طب وهذه السلاسل يا فندم من المحلات الكبرى دي تعملها، يعني التجارب بتاعه الدول الثانيه، الدوله اللي بتعملها وبتبقى منافذ شركات يا فندم، شركات مساهمه، زي ما احنا اشتركنا في توسيع قناه السويس. عن طريق البنوك بنعمل شركات مساهمه. ونعمل سلاسل محلات، كانت مجمعات الاهرام كمان. زمان والنيل يعني كانت حاجات كبيره جدا طبعا. فحضرتك دي مهمه جدا جدا جدا، يعني حضرتك لما نيجي النهارده نبص ازاي الفلاح بيبيع الحاجه بتاعته ويبيعها لمين، وازاي عبال ما توصل للمستهلك في الاخر شفت بتضاعف كام وسيط، وكم بتضاعف ثمنها قد ايه، زائد ان عمليه المنافسه ده شيء ملح في عمليه ضبط الاسعار وضبط الجوده بتاعت السوق. فده لازم نبتدي بيه. ده زمان، وحضرتك يمكن تأيدني، لما كنا صغيرين ما كناش بنحس ان الاسره المتوسطه اللي هي من الطبقه المتوسطه اللي دايما بتدهس في الازمات الاقتصاديه مع انها صمام امان الاوطان، لان دايما بيقولوا الطبقه المتوسطه هي طبقه تنتمي للاقل وبتطلع بالتعليم، فهي طبقه مثقفه وعندها طموح للطبقه الاكبر تبقى من الطبقه الاكبر، لكن على اسس علميه مش بتجاوز القانون. فهذه الطبقه كانت الاسره، حتى بنشوفها في افلامنا يعني. زمان الخمسينات والستينات ناس موظفين حكومه طبعا. عندهم حد بيساعد الست في البيت، عندهم قدره على انهم يصيفوا مره كل سنه، عندهم فرحه بكل عيد، بيشتروا لبس لكل اولادهم والناس اللي بتشتغل معاهم، اذا كان عندهم مثلا بيت صغير بياخده من ايجاره ويساعد. الكلام ده ما بقاش موجود خالص. ببساطة شديدة حضرتك النهاردة، أنا مثلا كنت طالب، أبويا كان بيبعت لي 60 جنيه مصري، كنت باخدهم 740 مارك ألماني، يعني 380، حوالي 380 يورو. حضرتك النهاردة لما تضرب اليورو النهاردة
في 70 جنيه ولا 60 جنيه في 380، دول كانوا 60 جنيه مصري. فمن هنا حصل، زائد ان احنا كنا 5 مليون و4 مليون و10 مليون و15، ما كناش 105 مليون، زائد صحيح. الدنيا اتغيرت، التحدي صعب، الاهتمامات كمان زادت بتاعت الانسان. حضرتك في حاجات كتير كده، التغيرات اللي حصلت طبعا سببت هذه الاشكاليه، زائد ان احنا ما بنشتغلش بصراحه بالكم الكافي، كميه الناس اللي بتشتغل في الصناعه عشان وفي الزراعه قليلين جدا بالنسبه لتعداد الشعب. طب فندم، يعني دلوقتي الدولة، أنا أذكر من عدة سنوات أيام ما كانت الكل شايف إن التموين ملوش قيمة، وإنه مرتبات الحكومة دي كلام فارغ، وإنه أنا قلت في مرة إنه الدولة قامت وفاقت وحترجعوا تقولوا إن فاتك الميري، وأي وظيفة هتعلن عنها الدولة هتتكالبوا عليه. فعلا الدولة بذلت جهود في كام سنة الأخيرة لإنقاذ حياة الموظف وعائلته والمعاش وقطاع الأعمال، وبعض الشركات كتير في القطاع الخاص بيتم التفاهم معها وما إلى ذلك. لكن زي ما حضرتك تفضلت، إمتى هيبقى في معيار حقيقي؟ لأنه حضرتك بتقول إحنا بنشتغلش كفاية، ده حله إيه؟ إنه اللي بيشتغل يلاقي رزق أحسن، واللي ما بيشتغلش يلاقي رزق أقل طبعاً. لأن ده العدل طبعاً. ده إزاي يتم تطبيقه يا فندم؟ حضرتك برضو لازم، برضو إحنا عندنا أنشطة مختلفة. أي أنا معايا شوية فلوس دلوقتي أستثمرها في إيه؟ عندنا تنوع لفرص الاستثمار صح؟ فعندي تنوع، لكن في حاجة بتكسبني 50% وفي حاجة بتكسبني 70% وفي حاجة بتكسبني 100% وفي حاجة بتكسبني 10%. غالبا دي هتكون الصناعات الثقيلة اللي بتبني عليها اقتصاد البلد. للأسف إن الحاجات اللي محتاجاها الدولة ما بتكسبش كتير طبعا. فمن هنا أصبح النهاردة في شيء ملح، إن إحنا يجب يحصل تقارب في الأنشطة من ناحية المكسب. إزاي فعلا؟ معاملة العرض والطلب. لا يوجد أبدا حاجة في الدنيا هتمشي بالطريقة دي إن حد يحتكر سلعة. فالاحتكار ده سببه إيه؟ عدم وجود منافذ بيع كافية. عدم النهاردة إن فيه طلب، النهاردة إن أنا بطلق الاستيراد من جميع أبوابه، بقول أنا هستورد بحيث إن أنا أخلي الصانع المصري، ده اللي المفروض يحصل حضرتك شايف كده. أيوه، والتاجر المصري يظبط نفسه على الأسعار. يعني ما أقولش دي سلعة استفزازية ولا لا، أنا هسيبه نستورد. ولكن أنا النهاردة عشان أصنع شيء، لو أنا بصنع شيء النهاردة، يعني أنا هاخد نفسي مثل من الأمثلة، انا بقالي النهارده بصنع، بقالي 75 سنه بنشتغل انا ووالدي وجدي فالنهارده احنا كل شغلنا وخاماتنا بنجيبها من الخارج. طب الخامات اللي انا بجيبها دي بتمثل ايه؟ بتمثل 35% من سعر البيع بتاعي. طب ما فيش يا فندم طريقه لتصنيع هذه الخامات؟ هو ليه انا صنعها؟ انا العالم قدامي مفتوح، انا مش هعمل كل حاجه. خليني انا دلوقتي، انا راجل النهارده بعمل حاجه بنافس بيها الراجل اللي بره، فبالتالي انا ما بستوردش من بره. لو انا بعملها بالجوده كويسه وبالسعر كويس هشتريها من هنا. لكن انا ما بعملهاش كده. فسيبنا استوردها وانا اعيد تصديرها وبكسب. وممكن انا اقول بقى مش منع استيراد، انا اقول انا مش هديله دولار عشان يستورد اكل قطط وكلاب، لكن وده حق يبقى حق. ومش عمره ما هيعمل سوق سودا. بالظبط بالظبط. لكن ادي للي بيستورد خامات للملابس، خامات للتصنيع، خامات للتصدير. بالظبط. هو انا عايز كل مصنع وبناديه يبقى راجل النهارده عملي، ان هو 50% على الاقل من انتاجه يوجهه للتصدير. واحنا كمان عندنا ميزه، احنا قريبين من اوروبا من السوق. احنا بين ثلاث قارات، احنا عندنا فرص ان احنا نقدر نصدر بضاعتنا موجود. لكن احنا طبعا في ناس النهارده بتلجا انها تبيع في السوق المحلي عشان بتكسب من السوق المحلي اكتر. زائد الجوده ممكن تبقى مشكوك في امرها ويقدر يبيعها هنا. فكل الحاجات دي كلها عايزه تفكير، وعايزه علم، وعايزه دراسه، وعايزه ربط التعليم برضو بالصناعه. عايزين حاجات كتيره جدا يجب ان احنا نطرحها. فحضرتك النهارده انا عايز النهارده اشتري حاجه، ما ادخش عليها عشان اجيبها، هخش في محل كبير اجيب كل حاجاتي منه، وفي بينافس هذا المحل الكبير 3-4-5 محلات تانية كبار برضو بينافسوا. فمن هنا بتتظبط الاسعار وبتتظبط الجودة، وبيبقى عند هذه المحلات القدرة انها تعمل قياسات لهذه المنتجات بحيث انها ما تطرحش شيء غير جيد للجمهور.
طيب فندم، يعني لو خدنا القطاع اللي حضرتك بتمثله اللي هو صناعة الملابس، هل نقدر نقول يعني ايه اللي يشجع اكتر صانع الملابس على انه يوجه؟ انا مش صانع ملابس بس، انا عندي نسيج وسباغة وتجهيز وطباعة وملابس. ما هو كل ده بيبقى في خدمة الملابس في الاخر صح؟ فعندي بس سؤال، انا عندي الحاجة الوحيدة اللي انا بستوردها هو الخيط. تمام. فتلة. حضرتك قلت جملة بس عايز استوضحها. يعني قلت مثلا ان في حد بيصنع بيشوف ان في السوق المحلي مش طالبين جودة قوي فبيكسب اكتر، ازاي اوزن الحتة دي كدولة؟ بالكم. العرض والطلب، انا اللي معروض اللي محتاجينه 10 واللي معروض 5 ضاعت الدنيا. انا عايز المعروض قد المطلوب على الاقل علشان تتظبط السعر والجوده. طب وده يجي منين يا فندم؟ يجي من انتشار نشر الصناعه. اشجع مصانع طبعا جديده. احنا النهارده انا بعتقد ان احنا ما عندناش 3 مليون واحد بيشتغل في الصناعه. يعني 3% من الشعب المصري، الهند عندها 42%. بنجلاديش طبعا، الصين واليابان مش هنتكلم، كلهم بيشتغلوا. كله بيشتغل. فانت عند حضرتك الناس اللي بتشتغل في الزراعه قد ايه من مصر؟ 2 مليون 3 مليون وفي الصناعه زيهم، طب والباقي بيعمل ايه؟ طب هل يا فندم هل المشروع اللي بيتحدثوا عنه ده اللي هو موضوع وضع خريطه صناعيه، هل ده هتخش يعني؟ احنا قلنا خلينا الجامعه هي اللي تعمل الكلام ده. خلي الجامعات دي تعمل، انا مش هقعد اعمل، انا عايزين استراتيجيات بتاعت كل محافظه. يعني كل محافظه لها استراتيجيه تقدر تنمو في ايه، عندها حاجات خامات ايه، ما عندهاش ايه، عندها العماله اللي عندها تستحمل، تقدر تعمل تكنولوجيا عاليه تكنولوجيا بسيطه، ايه الصناعات اللي نقدر نعملها، كل ده بننشره عن طريق ابحاث موجوده، الناس تقدر تجر الكراسه كده تلاقي ايه الحاجه اللي تقدر تعملها. اتنين، بالتالي لما نعمل الكلام ده كله الاستيراد هيقل، استيراد المنتج النهائي ده هيقل ومش هيبقى موجود. انا مش عايز منتج نهائي يجيبه. انا عايز اجيب خامات، يعني زي ما انا مش عاوز اصدر خام علشان من غير ما اعمل عليه قيم مضافه. ايوه، عشان ده يبقى ارخص بكتير تصديره، فانا بعمل عمليات برضه ما استوردش منتج نهائي. بالظبط كده، عشان كمان اشغل الناس اللي عندي. ايوه، انا عايز، انا دوله كثيفه العماله، انا عايز صناع، عايز ناس تشتغل. فحضرتك ده كله ده منظومة كاملة. هل يا فندم يعني الحركة الأخيرة اللي حصلت من البنك المركزي بتعويم الجنيه، في كتير من خبراء الاقتصاد بيقولوا ان ده كان لازم يحصل من زمان وان ده جيد، وانه اعرف رأي حضرتك. حضرتك احنا بنواجه حقائق احنا متسببين اصلا في خلقها. يعني انا النهاردة اذا كناش النهاردة هننمو صناعيا، فبالتالي برضه هيجي بعد كام سنه كده لازم نعمل نعوم الجنيه تاني. ونعومه تالت، وعمالين نعوم فيه. بقالنا من 20 30 سنه عمالين، وكان الدولار والجنيه قد ايه، ايه العلاقه بينهم النهارده بقى ايه؟ طب ده مش ليه اسباب. احنا اذا احنا مستهلكين لكل حاجه ومش منتجين، احنا عايزين نزود انتاجنا ببساطه شديده. كل انسان بياكل وبيشرب وبيلبس وله مطالب، ده كله ده لازم يغطيها مجهوده. ومجهود الدنيا اللي هو فيها دي لازم ان احنا نقدر ننمو صناعيا. احنا زراعيا بنحاول ان احنا نزود عدد الأبدنة عشان الاكل والشرب بتاعنا. وبرضه صناعيا احنا عايزين نزود انتاجنا الصناعي في جميع الجهات وجميع الاشياء. فعندنا حاجات كتيرة جدا نقدر نصنعها واحنا ما بنصنعهاش. انا بشكر سعادتك جدا. انا متشكر لحضرتك. الله يخليك. شكرا جزيل الشكر لحضرتك فندم المهندس سمير سامي رياض، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات وخبير الصناعة ورجل الصناعة. بشكرك وبشكر حضراتكم. خليكم معانا، فاصل قصير وحالا هنتكلم مع دكتور وليد جمال الدين عن زيادة صادرات مصر السلعية. اهلا بحضرتك.
حضراتكم معانا في تاني واخر فقرات الحوار لهذا اليوم. بيشرفني جدا يكون ضيفي فيها دكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس تصدير المواد البناء والصناعات المعدنيه. اهلا بيك دكتور. اهلا يا فندم، صحتك دكتور وليد. كل سنه وحضرتك طيب، عشر رمضان الاول. عليك الصحه والسلامه يا فندم. دكتور وليد، الاول احنا هنتكلم عن صادرات مصر السلعيه، هل دي مقصود بيها غير النفطيه يعني؟ عاده بيبقى مقصود بيها غير النفطيه. يعني بس استثناء البترول والغاز ومشتقات البترول. بالزبط. صح. طيب النهارده وزير التجاره والصناعه احمد سمير اعلن ان الصادرات السلعيه المصريه حققت معدل نمو ملموس خلال يناير وفبراير 24، بلغت الارقام 6 مليار 121 مليون دولار مقابل 5 مليار 794 مليون دولار في الفتره نفسها من عام 23، بنسبه ارتفاع 6%. بدايه بقى يا فندم، وقال كمان ان حجم الصادرات خلال الشهرين دول تجاوز صادرات الفتره نفسها خلال عامي 22 و21. بدايه انا الحقيقه كراجل يعني مهندس في الاصل ما بعولش على الارقام بالفلوس، لان الصادرات غليت. صح كده، صح. بسبب الكميات. بالكميه. يبقى اذا انا لما يكون داخل على 6 مليار زي اليومين دول السنه اللي فاتت، ما هو 794 مليون، يعني فاضل لهم 6 مليون ويبقوا مليار. فانا السنه دي عملت 6 مليار 121 مليون. تمام. تمام. فاذا هل حضرتك شايف ان دي طفره يعني تستحق الاشاده؟ هو تحسن وليس طفره. يعني احنا حققنا في عام 2023 36.5 مليار دولار تقريبا. وده يعتبر ده كل الصادرات، كل الصادرات السلعيه غير البتروليه. لان الصادرات البتروليه يعني ليها معايير خاصه طبعًا بيها، وليها طبعًا يعني طبعًا ما نقدرش احنا كصناع نزودها او نقصها، فما بنكسبهاش عندنا. طبعا دي فيها شركات بتبقى حكومه يعني وشركات مالتي ناشونال وكده، فهي ليها يعني حساباتها منفصله. تمام. ودي شغالين فيها كويس بالمناسبه، وشغالين فيها كويس يعني الغاز والبترول والبتروكيميكلز شغالين فيها كويس، فيها مجهود كويس جدا. تمام. والبتروكيميكالز بنحسبها في الصادرات بتاعتنا، لان الشركات هي اللي بتصدرها. طب كويس. وليس الوزاره او كده يعني. الحقيقه يعني 23 كانت تقريبا زي 22، ما حصلش اي نمو في المبالغ. السبب الرئيسي كان ازمه العمله. طبعا. لانه كتير من الصناعات المصريه بتحتاج تستورد بعض الخامات. طبعا. فما كانوش قادرين يستوردوا الخامات، فالمصانع كانت شغاله بطاقه اقل من المطلوب عشان تقدر تصدر. حصل تأخيرات وفقدنا بعض عملاء. فنقدر نقول انه يعني نظرا للظروف مش وحش، والسنة دي يمكن اي نمو نحققه نقدر نقول مش وحش. في الفترة الشهرين الاولانيين، لكن نقدر نقول من دلوقتي بما ان التعويم تم الاسبوع اللي فات، وسعر العملة اتحررت، والبنوك ابتدت من الاسبوع ده ابتدت تدبر بقى يومين او ثلاثة بتوفر عملة. انا اتوقع ان في طفره هتحصل الفتره اللي جايه، بما ان العمله توفرت هنقدر نستورد خامات، هنقدر نصنع، هنقدر نصدر. طيب بالنسبه لحجم الصادرات بقى، احنا اشرنا اليه بس ما اتكلمناش عنه، هل حجم الصادرات السلعيه في الشهرين اللي فاتوا دول افضل كتير من يعني قبل كده؟ وبعدين احنا ليه بنقارن برضو، حضرتك نورني، ليه بنقارن الصادرات السلعيه بيناير وفبراير من كل عام؟ يعني ليه ما بنقارنش مثلا ب 11 و12 مثلا؟ لا احنا بننقي الشهر المثيل، عشان لو في موسمية بعض المنتجات فيها موسمية زي الفاكهة يعني والحاجات ديت مثلا، يعني بالظبط وجمادات. اوروبا بتفتح لنا التصدير في الشتاء اكتر من الصيف، لان هم ما بيقدروش يزرعوا في الفترات الشتاء، بيبقى في تلج، فاحنا بنصدر لهم اكتر في الشتاء مثلا. كويس. فبنحاول دايما نقارن الشهر بنفس الشهر المثيل، عشان لو في موسميه ما ناثرش عليها. طب ايه هل حجم الصادرات بالفعل تحسن حجمه ايه؟ يعني هو ده اللي انا افهمه، انه نقول مثلا حجم الصادرات زاد بنسبه 1%. يعني 6% اللي حضرتك اشرت اليها اول شهرين من السنه كنا نأمل طبعا انها تبقى 15% زياده او 20% زياده. 6% مش رقم كبير، ولكن نظرا للظروف الصعبه اللي كنا بنمر بيها يعني 6% دي تعود على الحجم وتعود على الفلوس؟ لا، تعود على الفلوس. طيب انا بس بالنسبه للحجم. الاحصائيه اللي بتطلع عاده متركز على حوالي يعني الحجم. انا يعني ممكن، انا ما اقدرش اقول رقم دقيق لان مش تحت ايدي الارقام، لا بس يعني مؤشر انها ممكن يكون نزل شويه في الحجم. ليه؟ لانه سعر الوحده نقص،
يعني اقل اقل، لان حضرتك لو حسبناه بالمصري يعني ما هو الجنيه كان ب 15 دولار، الدولار سوري كان ب 15 دولار بقى ب 31 ايوه بالظبط وبقى ب 50 اه. فلو منتج مكوناته محليه مش هيكون زاد بنفس الدرجه. يعني احنا يا فندم بنعمل احصائيه عشان نفرح بان الجنيه بتاعنا نزل؟ يعني يعني هو ده اللي المفروض ان احنا نتفائل بيه؟ المفروض ان ده هينعكس في زياده كميات كبيره، مش كده؟ نقوم نكبر يقوم هينعكس يعني بعدها في زياده المبالغ اللي بتخش لكن بتاخد وقت يعني من نزول الجنيه تاثيره بيبان بعد كذا شهر، لان التعاقدات بتبقى معموله من مسبق من قبل. يبقى احنا مثلا نقول صدرنا بكذا في يناير وفبراير، ده بناء على تعاقد من السنه اللي فاتت. تعاقد من السنه اللي فاتت مظبوط، من اربع يعني حضرتك خد متوسط 3 لـ4 شهور تمام، متوسط تعاقدات. فمش هو ده المؤشر بالظبط، المؤشر هيبان على نص السنه دي، نقدر نقول من يونيو مثلا يبان تاثير التعويم الحالي. ماذا يتوقع دكتور وليد جمال الدين في يعني تحسن حجم الصادرات مثلا من بعد شهر 6 او من شهر 6 يعني من العام المالي الجديد مثلا؟ انا اتوقع زياده تقريبا 15% على الاقل. ده رقم عظيم. كل المقاومات احنا بنحب نفرح، بس عايزين نفرح على اسس علميه. ان شاء الله هنفرح يعني بعد كل ما اروح في حته يا دكتور وكل ما اقابل حد، واكيد حضرتك سيادتك برضو بتسمع زينا انه بيقول لك امال ايه بقى؟ امال فين بقى؟ يعني النهارده كنت قاعد مثلا مع حد عنده مكتبه بيعمل اعمال كمبيوتر، حد بيجي يقول له اكتب، حد يقول له ترجمه، حد يقول له اطبع، حد يقول له صور، تمام، حد يقول له انا هشتري الكومبوننت ده اللي هو سلك ماوس حاجه كل ما له علاقه بالكمبيوتر. بيقول لي انا كنت بصفي في الشهر في الاسبوع 50-60 ألف دلوقتي لو صفيت 5-6 آلاف يبقى خير. معلش، هي كانت أزمة، كانت أزمة صعبة، وإحنا دلوقتي في بداية الانفراجة. فإن شاء الله لو حضرتك رحت له كمان مثلا 3-4 شهور هيرجع تاني يقول لك أنا بصفي أكتر كمان من 60، هيقول لك 70 و80 يا رب يا دكتور. يعني إن شاء الله ده كده حضرتك، هي كانت أزمة صعبة وكلنا مرينا فيها وكلنا تعبنا، وقد يكون برضه إن هو ما قدرش يجيب بضاعة اللي بيبيعها المستلزمات المكتبية ما عندوش. دي حقيقة. فلو ما عندوش بضاعة مش عارف. أنا بسأله النهاردة على شنط مثلا لللابتوب، قال لي لا ما عنديش ما بجيبش، غالية ومحدش فيش طلب عليها. كمان شهر أو شهرين هيقدر يجيبها لأن البنوك فتحت الاعتمادات دلوقتي بتوفر عملة. بعد فترة هتلاقي المحل مليان بضاعة. هو حتى المستثمر الصغير اللي عنده محل صغير ممكن ياخد من البنك دولار عشان يستورد؟ لو هو يقدر يستورد بنفسه، لو عنده كمية تكفي يقدر. لو عنده بطاقة استيرادية يقدر. لكن غالبا بيبقى فيه تجار جملة كبار هما اللي بيستوردوا كميات كبيرة ووزعوها على المكتبات. هل فالتاجر الكبير ما كانش قادر يستورد هو أيوة كمان. ما هل هل هنا في أمانة في المفصلة دي؟ يعني التاجر الكبير ما بيغليش قوي على التاجر القطاعي دوت عشان يقدر يكسب مثلا او كده؟ هو كان بيغلي في الفترة اللي كان بيشتري الدولار من السوق السوداء. يعني كان بيشتري الدولار، كان بيشتري الدولار ب 60 ولا 70 جنيه بيحاسبنا على كده، بيحاسب على 60 واكتر من كده. كان بيقول ايه؟ في صعود مستمر. طب انا عمال ما استورد وتجيلي البضاعه توصل وبيع واجمع فلوسي والم فلوسي، ممكن يبقى وصل 85 مثلا وقت ما كان 70. ايوه بس هو يعني فيسعر على 85 يقول على ما الم فلوسي وارجع اشتري الدولار تاني مش هعرف اشتريه. فهو كان في توقع مستقبلي للانهيار مستمر لقيمه العمله المصريه، فكانوا بيبالغوا قوي في التحوط. النهارده لما يلاقي انها متوفره في البنك والبنك بيقول له لا ده الاتجاه نزولي مش صعودي، مش هيقدر يبالغ. بس يا فندم يعني هتلاقي نزول في الاسعار. كلام حضرتك على قد ما هو مقنع على قد ما هو محزن في سكه تانية، اللي هي ايه بقى؟ كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. كان عندنا عدم يعني روح رؤيه. ما هو حضرتك لو ما يكون احنا كان عشنا فتره في ضبابيه تامه، ما كانش في تصريحات رسميه بتقول احنا رايحين فين. والناس بقى الاشاعات تطلع. حضرتك تبص على سوشيال ميديا، فيسبوك او تويتر او غيره، كله بيقول الجنيه متجه ل 100، الدولار متجه ل 100 جنيه، جنيه هيوصل هيقع كذا كذا، فتلاقي كل الناس عندها ذعر. الحاله دي خلاص والحمد لله انتهت. الناس دلوقتي هديت، شايفين البنك بيوفر، والبنك كل يوم بينزل حاجه صغيره. يعني كان 51 بقى 50 بقى 48.5. دي نتيجه هائله ما كناش متوقعينها ابدا. كنا متوقعين على الاقل بعد اسبوعين يبتدي ينزل. لا ابتدى خلاص بحاجات صغيره، لكن
الاتجاه نازل، نزوح المنحنى نازل، ده شيء عظيم. المنحنى انعكس تماما. فدلوقتي التاجر اللي هيستورد مش هيعمل تحوط جامد قوي، هيقول ايه النهارده انا خدته من البنك ب 48 ممكن يبقى ب 50، هيزود 5% ولا حاجه احتياطي، مش هيزود 20-30%. طب ماذا فندم عن اخر حاجه، يعني البنود الجمركيه اللي اتقال في التقرير انها حققت زياده في هيكل الصادرات؟ مش عايز يعني انكر التقرير كله على اصحابه يعني. تمام. منها مواد البناء، احنا عملنا طفره كويسه جدا الحمد لله، وبالذات يمكن صناعات الصلب، حديد الصلب والاسمنت، دول صناعتين تقال، صناعات ثقيله وقويه جدا في مصر، وعندنا قاعده صناعيه قويه جدا في الحديد الصلب والاسمنت في مصر. دول عملوا طفره جيده جدا. طب يعني ايه يا فندم عملوا طفره في البنود الجمركيه اللي حققت زياده؟ يعني برضو ده نصته للناس يعني. يعني في بعض السلع، بعض منتجات نجحت انها تصدر اكتر من قبل كده يعني. ومنها صناعات مواد البناء كانت من الصناعات الناجحه جدا، صناعه يعني نقول المنتجات الزراعيه. مصر دلوقتي بتصدر برتقان، مصر اصبحت رقم واحد في العالم في تصدير البرتقان، رقم واحد في العالم في تصدير الفراوله المجمده، رقم واحد في انتاج التمور، ليس التصدير لكن انتاج التمور. ففي منتجات زراعيه كتير بقى في طفره دلوقتي، المجال الزراعي قدروا دلوقتي الفلاحين بقوا بيزرعوا مش فقط الاستهلاك المحلي، بقى في تواصل ما بين شركات تصدير الحصلات الزراعيه والمزارعين. واكيد لما هيزيد انتاج التمور بكواليتي بجوده عاليه مطابقه للمواصفات القياسيه، بقى تصديرنا كل شويه هيزيد، وهننافس دول حوالينا معروفه بالاسم، فعلا الترند صاعده جدا في الـ في في الـ التمر يعني. مظبوط. فالحاجات دي وبالذات البرتقال المصري دلوقتي في كل العالم الحمد لله. يعني احنا خدنا موافقه السنه اللي فاتت في 2023 لاول مره الحجر الزراعي الصيني وافق على استيراد البرتقال المصري، فداخلين الصين بكميات رهيبه دلوقتي، فدي من قصص النجاح. انا بشكر حضرتك على نبره التفاؤل، وعلى انها كمان مسنوده على ارقام علميه، واتطلع ان انا اتابع مع سيادتك مثلا مع بدايه شهر 6 ولا حاجه، ونيجي نقعد ونقول اهو اللي كنا قايلين عليه ده زاد وده زاد وده زاد. ان شاء الله خير. بشكر سعادتك جدا. شكرا لحضرتك. جزيل الشكر دكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنيه، وبشكركم مشاهدينا، بكره ان شاء الله حلقه جديده، تصبحوا على خير.